أماكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله 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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن سليمان وجنوده. الله حتى لكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا منكم سليمان وجنوده. الله
قولنا وقال
أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله 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 يكرمك يا رب. افتح عليك يا مولانا. الله 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 يكرمك. الله 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 نعم اغفر لنا. الله 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 برحمتك في عبادك الصالحين. فما ضاحكا من قولها. فما ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى اللهم صل على النبي يا نبي يا فما ضاحكا من قولها. فما ضاحكا من قولها نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله الله يا
وأن أعمل صالحا وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي Yeah.
فقد طير فقال ما لي والتفقد طير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا وتفقد طير فقال ما لي وتفقد طير فقال ما لي لا أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا يدو لله الذي
السماوات والأرض ويعلم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال فلنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم الله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
يدعون الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا سيدي الله يجيبك من عين من ربك تبي هذا فألقه إليك نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة اللهم صل على النبي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة الله يكرمك يا الله الله يجزيك النعيم يا عم الله يكرمك يا ذكر قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة الله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدون
تمدونني بمال. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صائرون. وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الله أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا أتيك به قبل أن
صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله يكرمك يا عم. خلينا في السؤال الملك. قال الذي عنده علم من الكتاب أما آتيك به. نعم يا عم يا عم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك. اللهم صل على النبي. الله يكرمك يا عم الحاج، الله يكرمك يا عم. الله جنبك هنا. فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الحمد لله. ليبلوني أأشكر أم أكفر وما شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله 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 يكرمك يا عم. ده وحياه النبي تاني يا عم تاني كده. قال ذكرونها انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه
قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما جاء فلما جيء أثقيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم.